مرحبا بحضراتكم مره تانية. وكابتن ماهر كلامنا لسه اكيد ما خلصش، عندنا نقاط كتير عايزين نتكلم فيها. كلمت معاك انا وكريم قبل الفاصل في فكره هنا صناعه الفرص والتصريحات الخاصه بموسيماني لما اكد على اهميه صناعه الفرص في اي مباراه بياخدها الاهلي، لكن احنا مش مشكلتنا قوي كانت في صناعه الفرص على قد ما مشكلتنا كانت في الفرص المهدره بقى، يعني الفاينل تاتش او الفينال بتاع اللعبه زي ما بيتقال. موسيماني قدر برضو في المباراه بالامس شفنا ان هو عالج هذا الامر. طب احنا كان ايه دروب اساسه طالما المشكله او يعني القضيه ما هياش كان بهذه الصعوبه ان انت تقدر تحلها؟ خليني اعرف منك. ما زي ما قلت لك نهوان انك انت كل ثلاث ايام بتلعبي فما بتلحقيش تصلحي الاخطاء اذا كانت الفرديه او الجماعيه، ومنها الجزء اللي حضرتك سالت عليه حته احراز الاهداف دي اصعب حاجه. يعني كل الشغل اللي بيحصل في الملعب ده عشان النتيجه في الاخر نجيب جول بالظبط كده الثانيه ده. طيب ما انت دلوقتي بتختلف الامور معاك في الدوري المحلي، شفنا الثلاث مباريات في اللي كانوا قبل مباراه وفاق الصيف، شوف التكتل الدفاعي اللي موجود اللي بيتعمل في مباراه النادي الاهلي. كل الفرقه واقفه في ال 30 يارده، ها الثلاث خطوط واقفين في ال 30 يارده وبيدافعوا بشكل يعني في منتهى الشراسه اللي في الدنيا، فانت كمان بتقابله بهجوم ضاغط طبعا ومحاولات من اختراقات من على الاطراف وجمل تكتيكيه وكور ثابته، فبتقابل صعوبه بشكل كبير عكس المباراه الافريقيه. وبتستنزف طاقه اللعيبه كمان بالظبط، وحاول خلق الفرصه بتستهلكهم صعبه. انت لما تقعد تبص كده كريم على المرمى ثلاث خشبات ما تقدرش تحدده من التكتل الدفاعي اللي موجود من الثلاث خطوط 10 لعيبه. بس هنا بقى بتبان اهميه بقى اللعيبه اللي عنده قدره على الاختراق والمراوغه وخلق فرصه من العدم، واحنا عندنا اكتر من لاعب زي عبد القادر مثلا. بالظبط زي ما قلت يا كريم كده، دي مهم بقى اللعيبه المهاريه اللي احنا دلوقتي عندنا ما اكثرهم بصراحه، عندنا طاهر وسرعات وقوه واختراقات جديده، عندنا محمد شريف. شفنا محمد شريف امبارح لما بدا يخترق، هو ده محمد شريف. انا أول ما نزل اكتر لاعب فرحانه شخصيا بقى لي محمد شريف. لان محمد شريف لاعب بجد تقيل ولاعب اثبت نفسه مع قدوم موسيماني، والدروب اللي حصل له ده كنا متاكدين ان هو في يوم من الايام وفيري سون كان هيرجع تاني لمستواه، ففعلا وده كان امبارح وده اللي حصل. ولو تفتكروا احنا عدنا نقول في اوقات هيقعد محمد شريف لازم يقعد يبعده شويه يشوقه. ما انت لما بتقعد وتبعد بتحس يعني باشتياق، وبعدين بلغه الكوره كده انا عايز فلفل وشطه، عايز يعني اكهرب الناس، عايز احمس الناس، عايز احسسك ان في بديل موجود ممكن ياخد مكانك، بديل ممكن يعني بلغه الكوره يركب عليك. بس مش بس ده الجزء يا كابتن همام، لان الشق اللي كان خاص بالشريف لو تتفق معايا كان نفسي طبعا اكتر من فكره ان هو مش مهاري. هو الشق النفسي مع ما حدث في المنتخب هو اللي اثر عليه بهذا الشكل. مؤخرا فعلا الاهلي كابتن محمود الخطيب مجلس الاداره بموسيماني قدروا ان هم يرجعوا اللعيبه للمستوى بتاعهم النفسي قبل الفني كمان. وراجل كروش قبل ما يمشي يعني زي ما تقول يعني قعد معاه وكلمه وقال له انت لعيب ممتاز ولعيب، لكن الكيمياء معايا ما مشيتش. لكن طبعا الكابتن محمود الخطيب ده مكانه قدر يستقطب الولد ويقدر يقعد معاه جلسه واحده بس يرفع مستواه. الحاجات بتبقى مهمه جدا. ثم بعد كده مستر موسيماني الاعداد النفسي مهم جدا يا كريم، واعتقد ان موسيماني عنده الحته دي يعني متميز في الجزئيه دي الحقيقه، ممتاز مع كل اللعيبه بصراحه. فالفروق بقى بدات تبان زي ما قلت لك، شريف نزل بيتسو راجل يعني بيشتغل بدماغه لما لا بدا يخترق بين قلبي الدفاع، دي تحركات شريف المميز بيها، وبعدين كمان احرازه للهدف بشكل احترافي بشكل فهو ده شريف. فاحنا امبارح عندنا مكاسب كثيره جدا بالنسبه للعيبه من الجانب النفسي من الجانب التهديفي من وصولنا ان شاء الله للمباراه النهائيه، يعني في مكاسب. رضا جماهير النادي الاهلي، الجهاز الفني فرحان، مجلس اداره كابتن محمود الخطيب مبسوط بالاداء. فدي كلها جوانب العامل النفسي زي ما قلت يا كريم مهم جدا جدا، وهو اللي بيلم الشمل ده حلو قوي.